بأربع خطوات بس هتقدر تتفوق في الثانوية العامة وتوصل لأي كلية أنت بتتمنى إن أنت تكون موجود فيها. السلام عليكم طلاب الكرام في أي مكان في جمهورية مصر العربية، أهلا وسهلا بكم. السؤال دايما اللي بنتسأله من الطلبة، الثانوية العامة بدأت وبعد كده مشت ووصلنا دلوقتي لحالة ملل، مش عارفين نكمل الثانوية ومش عارفين نوصل لحلمنا وحاسين ان السنة وقعت مننا، عايزين نشوف اي طريقة او اي حل نطلع بيه من كل المشاكل اللي احنا موجودين فيها دي. وبالمناسبة ان المشكلة دي مش بتناسب طلبة بعينها، المشكلة دي بتكون مشكلة في المرحلة دي عامة على جميع الطلبة، سواء اذا كانت الطلبة دي متفوقة او متوسطة او ما دون ذلك. لذلك هنتكلم مع بعض دلوقتي عن اربع خطوات، لو احنا قدرنا نتبع الخطوات دولة ونمشي على الخطوات دولة هنقدر نطلع من جميع الصعوبات اللي احنا موجودين فيها حاليا، وهنقدر نكون كمان مستعدين لدخول امتحان الثانوية العامة لما يجي الوقت بتاعه ان شاء الله تعالى، ومن بعدها ان شاء الله ربنا يكرمنا باكبر مجموع ممكن واللي من خلاله ان شاء الله نقدر نخش الكلية اللي احنا عايزينها. عشان نقدر نعمل المعادلة دي ونوصل لكل الكلام اللي انا بقوله ده لازم يكون عندنا اربع خطوات واربع حاجات يكونوا دايمين مستمرين معانا من اول السنة لاخر السنة وما نقدرش نتخلص من اي واحدة منهم. الاربع خطوات بمنتهى البساطة، الخطوة الاولى هي وجود حافز البداية. لازم اول حاجة انت كطالب ثانوية عامة او كطالب في اي مرحلة من المراحل لازم يكون عندك الحافز اللي بيدفعك او بمثابة الوقود اللي بيحركك عشان تذاكر وعشان تجتهد. والحوافز ممكن تكون كتيرة ومتنوعة وبتختلف من طالب لطالب. ممكن الحافز ده يكون وصول لمجموع معين عشان اوصل للكلية المعينة. ممكن الحافز ده يكون شعور بالتفوق ان انا من الطلبة المتفوقين واللي بتقدر تجيب مجاميع عالية، وممكن بعد ما تجيب المجموع ده ما تخشش الكلية اللي تناسب مجموعك وتخش كليات اقل في المجموع، ما عندكش اي مشكلة، بس الحافز بتاعك هو ان انت تشعر بالتفوق وتشعر ان انت قادر وبعد كده بتختار الحاجة اللي انت بتحبها. ممكن يكون الحافز ده هو رغبتك في ارضاء ابوك وامك ان انت من الطلبة اللي فعلا حريص عليهم وبتخاف على فلوسهم وبتخاف على تعبهم وبتخاف على سهرهم فانت عايز ترضيهم. وممكن يكون الحافز الاكبر والحافز الاعظم هو ان انت عايز تتفوق ارضاء لله عز وجل ورغبة في الوصول لحاجة ربنا يرضى عنك بيها. فكل دي حوافز متنوعة ومتجددة، ومش انا كمدرس قدامك هختار ليك الحافز اللي يناسبك، انت اللي بتحدد وبتختار الحافز ده. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، فأي طالب عنده مشكلة لازم رقم واحد يوجد لنفسه الحافز ويوجد لنفسه الدافعية والوقود اللي هيحركه. بس في الحقيقة لو انت عندك الحافز بس، فالحافز هيخليك تذاكر ساعة اتنين تلاتة يوم بالكتير جدا، وبعد كده كل الوقود اللي انت اوجدته دوا بيبدأ ينطفي وبترجع للحالة بتاعتك اللي كنت عليها. طيب عشان نحافظ على الوقود ده وعشان نحافظ على استمرارك في المذاكرة واستمرارك عشان تقدر توصل للنجاح بتاعك، لازم لك ان انت تروح للخطوة رقم اتنين، وهي خطوة الصبر على العلم. انت بالفعل قعدت قدام المدرس بتاعك وبدأت تسمع منه، وقعدت قدام الكتاب بتاعك وبدأت تقرأ منه، وبتبدأ في المرحلة دي اصعب المراحل الاربعة، وهو ان انت بتسمع من مدرسك فممكن تكون مش فاهم اي حاجة، او بتقرأ من الكتاب اللي قدامك اللي انت بتحاول تذاكر منه فبتلاقي نفسك مش فاهم اي حاجة. وهنا خطوة الصبر على العلم، لازم تصبر، لازم تصبر، لازم تصبر، تصبر على تلقي وطلب العلم اللي قدامك ده، لأن أنت في المرحلة دي بتنقسم إلى نوعين من الطلبة. النوع الأول اللي أنا بسميه بيرمي الفوطة، بيرمي الفوطة يعني بيستسلم، يعني
كل حاجة خلاص ما بقتش فارقة معاه، وبيقول السنة تمشي زي ما تمشي والمجموع يجي زي ما يجي. ولكن النوع التاني من الطلبة اللي هو بيصبر وبيحاول مرة واثنين وتلاتة لحد ما بتيجي اللحظة الأمثل، واللي أنا بسميها دايما لحظة الفتح. لحظة الفتح دي هي لحظة وصول المعلومة لعقلك، لحظة فهمك للمعلومة. وعشان تعرف امتى انت وصلت للحظة دي، بتلاقي نفسك مع الصبر بتبدأ في لحظة معينة وفي وقت معين، اول ما بتفهم بتلاقي نفسك بتبتسم كده ابتسامة خفيفة. اول ما بتبتسم الابتسامة الخفيفة دي، اعرف ان انت مرتاح من جواك ومرتاح نفسيا وحاسس ان انت وصلت للتلقي وفهم المعلومة دي، الفهم اللي مجاش غير عن طريق الصبر. ومن بعد طريق الصبر على تلقي العلم وربنا بيفتح عليك بالفهم، بتيجي الخطوة رقم 3، لان في نوع من الطلبة بتلاقيه بعد ما بيفهم المعلومة دي بعد كده بيبدأ برضو يكبر دماغه ويرجع للحال اللي هو كان عليه. فهنا بيجي عنده اللحظة التانية ان هو لازم يجدد الحافز، يجدد الحافز اللي هيخليه يصبر. ودي المرحلة التالتة اللي احنا بنسميها مرحلة استمرار المحاولة. تبدأ بقى خلاص انت تبدأ تستمر في المحاولة، حتى لو كان عندك كتير من الاخطاء، حتى لو كانت درجاتك في الامتحانات كلها قليلة، حتى الى اخر ما تحط من المبررات، ما قدامكش غير طريق واحد بعد الصبر، وهو طريق الاستمرار. استمرار المحاولة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بتفهم مرة واللي بعديها ما تفهمش، تروح مكمل وتستمر، مكمل ومستمر لحد ما بتقدر توفي وتوصل لدرجة الفهم اللي انت عايزها. ولكن المشكلة الرابعة اللي بتظهر عند كتير من الطلبة، ودي النقطة رقم 4، بتلاقي كتير من الطلبة اول ما بيوصلوا للمرحلة الرابعة او بيوصلوا للمرحلة الثالثة اللي المعلومة بتكتمل فيها في عقلهم، وبيشعروا ان هم على مستوى جيد من المنهج، بيبدأ ان هو يبدأ يتفاخر بالعلم بتاعه، احيانا بيحاول ويشوف نفسه احسن من الطلبة كلها، وكتير من الطلبة بتشوف نفسها كمان من الممكن احسن من المدرس بتاعهم. ودي اكبر غلط ممكن يقع فيه الطالب وكفيل بان هو يوقعه تماما، وهو خطأ ان يحس نفسه اكبر من العلم. لان بمجرد ما انت بتحس نفسك اكبر من العلم او اكبر من مادة معينة، بيبدأ كل اللي عندك دوة بيبدأ ينخفض بشكل انت ما بتشعرش بيه، لان انت بتتكبر على العلم فلا تستزيد منه، فتبدأ كل حاجة بتتبهدل منك. ودي الخطوة رقم 4، لازم يكون عندك التواضع في طلب العلم، دايما متواضع، دايما شايف نفسك اقل من المعلومة مش اعلى من المعلومة. لان بطول ما انت شايف نفسك اقل من المعلومة هتبدأ تستزيد منها وهتبدأ تعرف اكتر. واللحظة اللي انا قلت عليها من شوية، لحظة ابتسامك لفهمة معلومة معينة، هتفضل العمر كله هي لحظة ابتسامك، لان انت كل شوية بتفهم جديد، فبتبتسم ابتسامة جديدة تناسب الفهم الجديد اللي انت وصلت له. واللي باختصار بنلخص كل الكلام اللي انا قلته من اول المحاضرة بتاعتنا او من اول الفيديو بتاعنا، وهو في 3 كلمات: ابدأ هتقع كمل، ابدأ هتقع كمل، ابدأ مشوارك، ابدأ طريقك، هتلاقي نفسك في النص بتقع مش قادر، هتلاقي نفسك بتغلط كتير وهتقع كتير جدا. لما تقع ما تعملش زي الطالب الاولاني وترمي الفوطة بتاعتك، انت لازم تكمل، تكمل يعني هتستمر. يبقى نعملها كده. حتى انت ممكن في التعليقات تحت تكتب كل الطلبة بتاعتنا اللي بتسمعنا، تكتب تحت كده بشكل هاشتاج، تبدأ تكتب ابدأ هتقع كمل، يلا اكتب في التعليقات ابدأ هتقع كمل. اعرف ان انت لازم يكون عندك حافز البداية ان انت هتقع كتير جدا، بس انا هكمل عشان اوصل للحلم بتاعك بتاعنا كلنا. ان شاء الله تعالى توصل لكل احلامك، اهدافك، طموحاتك في الحياة دي. ما تنسناش باي دعاء، ولو حتى دعاء بسيط لو انت بتستفيد وبتفهم مننا اي حاجة. وصلت معاكم للنهاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. ما تنساش ابدأ هتقع كمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.